دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔ ایها الاخوة مما لا شك فيه ان اللغة العربية لها اهمية عظيمة وكيف لا وهي لغة سيد العرب والعجم ولغة القرآن المحترم ولغة اهل الجنة كما ورد في الخبر عن النبي الصادق الابر انه قال احب العرب لثلاث فاني عربي والقران عربي ولسان اهل الجنه عربي فحبها من الدين ومن اخذها اخذ بحد وافر الان ادعو الطالب محمد حذيف بن اسماعيل من خرفي ان يلقي الكلمات بلغه عربيه فليتقدم مشكورا۔ عزيزان محترم، جامعہ اسلامیہ دار العلوم سونوری میں جس طرح اردو تقریر کے ذوق کو پیدا کرنے کے لیے ایک باکمال باصلاحیت مقرر بنانے کے لیے مشق کی جاتی ہے، وہی عربی زبان میں تقریر پر بھی خوب محنتیں کی جاتی ہے، اس لیے کہ عربی ایسی زبان ہے جسے قرآن کی زبان کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جس کو اہل جنت کی زبان کہا جاتا ہے۔ اسی کی اہمیت کے پیش نظر جامعہ حاضہ میں اردو کی طرح عربی تقریر کے لیے بھی ہفتے میں بدھ کا دن مقرر ہے، جس میں درجات عالمیت کے طلبہ عربی تقریر پیش کرتے ہیں۔ آئیے جامعہ کے شعبہ النادل عربی کی نمائندگی کرنے کے لیے عربی زبان میں آپ حضرات کے سامنے عربی تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں، محمد حذیف کھرپی کو تشریف لائے اور عربی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده محمد النبي الأمي ولم يجعل له عوجا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رئيس البرنامج وزملاء الكرام والمستمعون العظام، قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم الآن كما سمعتم، وهكذا قرأت حديث النبي المحترم صلى الله عليه وسلم الذي يظهر خصائص القرآن العظيمة ومرتبه من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. إخواني في الله، إني أود أن أسعد بتبيين فضائل القرآن وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. أيها الإخوة، هل أنتم تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو الكتاب الذي نزل لهداية الناس إلى الطريق المستقيم، القرآن هو الكتاب الذي فيه دستور الحياة الإنسانية، والقرآن هو الكتاب الذي فيه شفاء للناس بما في الصدور. أيها الإخوة، فعلينا أن نعمل بما جاء في القرآن بعد أن تقبلنا دستور حياتنا، وأن نأخذ أحكامه بالنواجذ، ونحث إخواننا المسلمين على أن يعيشوا بمنهاجه ويسلكوا سلك هدايته في كل مكان وزمان. ولكن نحن نعلم جيدا أن كثيرا من إخواننا المسلمين لا يتوجهون إلى هذا التنزيل العزيز وأحكامه ومسائله، ويأضون أن يتلو جزءا أو آية من القرآن للبركة واليمنة بالإضافة إلى ذلك، لا يريدون أن يبعثوا أولادهم إلى المدارس العربية الإسلامية لتلقي القرآن والسعادة بتلاوته، مع أن النبي الكريم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المستمعون، هذا الحديث يحث كل منا على تعلم القرآن بأنفسنا
ويكلف أولادنا بتعليمه وعمله. واعلموا قد فاء أهل القرآن ومن قام بتحفيظه، والعاملون به على سائر الناس، ومعلم القرآن يحظون بالشرف وعلو المنزلة على غيرهم من المسلمين في الدنيا والآخرة. ألا تعلمون المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حفظ القرآن ولمن لم يحفظه، لحث أمته على حفظ القرآن بعد الإيمان به، والاهتداء بنوره بعد الاعتقاد به. فيقول النبي الكريم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة التي لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. فيا إخواننا، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعونا بهذا المثل إلى القيام بحفظ القرآن، ويرغبنا فيه، إذ هو روح حياتنا ونور هدايتنا. فيا إخواننا، إلى أين نذهب؟ وكم مدة نتغافل عن القرآن؟ متى نلتفت إلى الله وإلى كلامه؟ تعالوا إلى كلمة التوحيد، فنتضامن ونتوحد ونكون محبين لدى الله. وبذا أختتم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوت ميديا يوتيوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام.